صحيح. فبالتالي اعتقد ان الفتره اللي جايه هتكون افضل، بس المهم دايما نبص على الارقام. هو دلوقتي المنتخب قدر انه يتخطى المباراتين بتوع توجو ذهابا وايابا في ظروف صعبه، اخذ 6 نقط، دلوقتي على الصداره مناصفه مع جزر القمر 8 نقط. اعتقد انه المباراتين اللي جايين في مارس اللي جاي فلسه بدري، هيبقى في وقت للتحضير، هيبقى اعتقد الوضع مختلف شويه. التاهل يعني في اعتقادي الشخصي مصر تاهلت بشكل بنسبه غير كبيره رسمي، قربنا بنسبه يعني. كبيره احنا محتاجين يمكن نقطه من الماتشين اللي جايين عندنا، يعني ماتشين في مارس ان شاء الله نحقق فيها كمان. مهم ان احنا نحقق العلامه الكامله بالزبط. مهم جدا انك تكون كمان لما بتبص في جدول التصفيات والفرق، في الجزائر وصلت، بتتكلم على السنغال وصلت اول فرقه افريقيه تصل للنهائيات، بتتكلم على تونس، بتتكلم فدور بيفرق حتى على زي ما انت بتقول، بتمنع شويه ضغوط اعلاميه ترفع عن نفسك الضغوط بالظبط، بتشتغل في جو هادي شويه، انت ممكن توصل للنهائيات يعني توصل بالعافيه او توصل بشكل او على اخر ماتش او على حسبه بيرما ونقطه والكلام ده. فالمباراتين كمان بتوع المارس اكيد على المستوى المعنوي والفني مهمين جدا يعني.